صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض فيما نعرف أن الاقتصاديين يرون أن كل عملية منتجة من عمليات الاقتصاد لا بد من أن يروض الإنسان إلها ترويض نفسي، يعني إذا أردنا نعبر تعبير آخر أن التنمية تنطلق من النفس الإنسانية. أنت إذا النفس مو مهيئها مو مربيها مو معدها للإنتاج وللعطاء ما تقدر تجني شيء، فأول ما تنطلق التنمية تنطلق من الإنسان في الواقع. وكذلك أي عملية من العمليات الاجتماعية إذا ما يربى عليها الإنسان مبدئيا وتكون عنده فكرة مسبقة عنها طبعا ما يندفع إليها. الإنسان قبل كل شيء يكون يأخذ فكرة كاملة عن العمل اللي يراد دفعه إلى حتى على الأقل يسهل تطويعه لذلك العمل. نرجع للآية. الآية إجت تعالج كما ينص المفسرون التعالج الفردية في المجتمعات التي جاء بها الإسلام. الفردية شنو اللي أقصدها؟ أقصد إحنا الواحد من عندنا يقول لك أنا عندي جهود، جاي أبذل عرق وأبذل جهود وأتعب، يلا أستخلص أطلع الأموال من بعد التعب، أجهد لي ماكو شيء يجي بدون تعب بدون عناء. إذن أنا أحق بجهدي أحق بتعبي، هاي وحدة. ثانياً الأفراد الآخرين الموجودين بالمجتمع المفروض كل واحد من عندهم أيضا يحمل تكليفة، هو مسؤول عن تكليفة، هاي اثنين. ثالثا أن هذا الشخص اللي موجود بالمجتمع هذا اللي يراد من عندي أن أحسن إلى هذا المفروض إلى خالق خلقه جن، وهذا الخالق اللي خلقه هو مسؤول عنه، هو فتح له فم ويتحمل مسؤوليته. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذن من هالمنطلق هالفروع الثلاثة، هالفروع الثلاثة تقريبا تخلي تركز عند الإنسان الشعور بالفردية، أني أنا مسؤول عن نفسي أكد وأتعب وأجد، وإذا أردت أتعدى هالمسؤولية شوية أتعداها للي أنا صرت سبب في وجودهم وهم منه
الأبناء، لأن أنا الواسطة اللي بواسطتي طلعوا إلى الوجود. إذن أنا مسؤوليتي ما تتعداني كفرد ولا تتعدى هذين الاثنين أو الثلاثة اللي أنجبتهم اللي طلعتهم للحياة. هذا ملخص الفكرة. إجا القرآن الكريم يفند هالادعاء. زين شلون؟ يعني حاول أن يطلع الإنسان من قوقعة الفردية ويدمج بالمجتمع. أولا من الحقائق البدهية اللي يعالجها الإسلام، يقول للإنسان أنت هذا الشيء اللي تشتغل به، أي عمل من الأعمال تعمل به، أنت هذا مو وحدك قدرت تهيئ الأجواء حتى تنتفع من عندك. يعني بتعبير آخر، أفرضني أنا أستورد قماش، أستورد قماش، هذا اللي أستورده وأربح منه هذا بي جهد إنساني كامل، بي جهد اجتماعي كامل. شلون جهد اجتماعي؟ أولا بالطبيعة التي هيأها الله عز وجل أن تنتج فتطلع لي قطن، بعدين هاي الطبيعة ما أنقتني قطن وحدها، انسكب عليها عرق الفلاح، وانسكب عليها نعم تعب اللي ولد الأدوات، أدوات الاستثمار. زين، فد معمل طلع لي دراكتور، فد مهندس صب فكرة، فد عامل نقل الآلة، فلاح وقف يحرث الأرض، آخر حصدها، ثالث نقلها، رابع عرضها للبيع، خامس أسس لمؤسسة للديكور للإعلان مثلا. كلهم دولة أسهموا من قريب أو من بعيد في إنتاج السلعة، وإجيت أنا واحد من عدهم انتفعت بالسلعة. تمام، دولة جهدهم ما طونيا بلاش، طونيا بفلوس، لكن هاي الفلوس من دون جهدهم لا تساوي شيء. يعني أنت الآن الذهب والفضة، نظرية فقهائنا بالنسبة للنقود، يقول النقود وسيط، الأثمان وسيط ليس إلا، لأن فعلا أنت إذا ما أكو رغيف خبز بالسوق شو تأكل للذهب؟ أكل شنو؟ أفرض تريد تشتري رغيف خبز وما أكو، ماذا تصنع بالذهب؟ ما يشد حاجتك. هذا يشد حاجتك بصورة غير مباشرة، إذا كان أكو حنطة مزروعة يشد حاجتك، لأن إحنا عندنا الإشباع يقسموه الاقتصاديين قسمين، أكو إشباع مباشر. الإشباع المباشر مثلا الماي، أنا عطشان أشرب رأسا يشبعني مباشرة. إشباع المباشر رغيف خبز، أنا جوعان أكله. وأكو إشباع غير مباشر. الإشباع غير المباشر مثل ما ضربت لك مثلا، يعني عندي نقد وأنا جوعان أضطر أروح بالنقد أبادل بسلعة للأكل، هذا بي إشباع بس إشباع غير مباشر. مثلا معمل ما النسيج بي إشباع غير مباشر. إذن الثروة اللي أحصل عليها أنا ما محصل عليها بجهدي فقط، بيها جهد للمجتمع. إذا صار بيها جهد للمجتمع، الله عز وجل يقول لي من العدالة أنك إذا ربحت من سلعة وهاي السلعة بيها عمل للمجتمع، لا تنسى حق المجتمع عليك. حق المجتمع بيش ممثل؟ ممثل بما افترضه الله عز وجل عليك من حق للمجتمع. نبهت لي الفكرة؟ إذن كلها تدور حول هذا، الفكرة تدور حول إخراج الإنسان من قوقعة الفردية حتى يشعر بأن عضو بالمجتمع، وأن مثل ما يحتاج المجتمع، المجتمع أيضا يحتاجه، حتى يتم هالتبادل بين أفراد المجتمع. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أن الإنسان مو خشبة يتعامل مع الإنسان الآخر مثل ما يتعامل الخشبة مع الخشبة، لا، الإنسان مشاعر، الإنسان عواطف، الإنسان حب وبغض. زين، إذا كان الإنسان مشاعر، إذا أحسن إنسان إلى إنسان، الإحسان يستعبد الأحرار، يخلق نمط من المودة، يمد حبال من المودة بين أفراد المجتمع، يطلع المجتمع من جموده، يطلع من كون جامد إلى مجتمع ترف به المحبة والمشاعر والأخلاق والود، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها
وعلى بغض من أشاء لها. فلذلك يمزج دائما المشرع الإسلامي دائما يمزج العامل الأخلاقي بالعامل الاقتصادي. طيب نرجع الآن إلى الآية بعد هذه التوطئة. زين الآية تقول هذه الحقوق التي افترضها الله عز وجل على المجتمع للمجتمع. هذه يقول هؤلاء اللي يحسبون اللي يبخلون بما فرض الله عز وجل عليهم من حقوق ويتصورون أن هذا خير، لأن هذا يقول لك أنا عندي كمية من الأموال إذا طلعت يعني ولدت نقيصة، بينما إذا بقيت في مكانها لانضمت إلى مثيلاتها وولدت غنى. في هالحالة لاحظ التعبير، بلا التفت لي شوية، هذا التعبير بجانبين، بجانب روحي وجانب اقتصادي. يقول ذولا يحسبون أن هاي العملية خير، لا هي عملية شر. ليش شر؟ شر من ناحيتين. الناحية الأولى أنك راح تخلق سوء علاقة بين أفراد المجتمع. شلون يعني سوء علاقة بين أفراد المجتمع؟ لأن قطعا المجتمع إذا صار بي مدخوم وصار بي محروم يعني صار فرصة مهيئة لمن؟ صار فرصة مهيئة للانتفاضة، لأنه أنت ما تلقى دين ولا تلقى نظام يقبل أن بطن يمر عليها الليل تطلب الرغيف فلا تجد، وأخرى يمر عليها الليل تعبث كيف ما تريد. طبعا راح يخلق هزات في المجتمع بلا كلام، مجتمع راح يتحول إلى مجتمع قتل وقتال. وإلا أنا أضرب لك مثل، يعني أنت إيش كثر تتصور مرة الإنسانية بتأريخ طويل من الاستئثار، لكن العصر الإسلامي من إجا التيارات، ما هاي التيارات اللي نسميها تيارات، بعضهم يسميها هدامة، زين هاي ما وجدت إلا بعد أن حصل الاستئثار. يعني مثل ثورة الزنج، خل أضرب لك مثلا ثورة الزنج، ترى مو ثورة عرقية أبدا، ما لها علاقة، مو ثورة اجتماعية، ما إلها علاقة لا عرقية ولا دينية أبدا، إنما ذولا كانوا جياع ويجي واحد يسطو على جهدهم، تأزم الأمر إلى أن انفجرت وتحولت إلى ثورة، وثورة كان التاريخ ملامحها كاملة. اعتقد أن هذا اللون من الثورات ما يحدث إذا المجتمع ما به خلل. المجتمع متى ما أمن حاجة الفرد ما يهم التفاوت. شايف يعني أكو مغالطة هنا عند ماركس. ماركس يتصور أن مجرد التفاوت بين الطبقات يؤدي إلى حرب الطبقات، لا، هاي أيديولوجي، هذا بغلط. التشبع للإنسان، الطي دار يسكن بيها والطي ثوب يلبسه ورغيف يأكله، إذا أمنت له حاجات الضرورية خلي تصير أنت 10 أضعاف 1000 ضعف أكثر منه ما يتأثر. لكن تلش وقت يتأثر؟ يتأثر إذا رجع إلى بيته فلم يجد رغيف يأكله، أو رجع إلى البيت فلم يجد امرأة تعفف فرجه، ورجع إلى البيت فلم يجد ثوب يلبسه، لا طبعا هذا راح يتحول إلى أداة مدمرة. نبه لجين، وهذا ما أراد الإسلام كفالته، لأن قطعا الاقتصاد الإسلامي يؤمن بالتفاوت بلا كلام، لكن التفاوت اللي تنعدم به الحاجة، لأن المجتمع بدون تفاوت ما يمكن يمشي أبدا. اللي يتصور أنكم مجتمع بدون تفاوت خيالي هذا وبائي. طيب خلي نعود للآية. الآية تقول بيها جانبين هذه، أولا أنت إذا ما أعطيت حق الله عز وجل راح تخلق مشاكل بالمجتمع وتخلي تيارات وافدة، تيارات فكرية تجي، يصبح مجتمع ملغم، علايق علايق مو قائمة على محبة ولا على مودة، قائمة على حقد، قائمة على اقتناص فرصة. شو وقت تصير لفرصة يثيب عليك؟ زين أي وحدة. ثانيا أنت راح تخسر نقدا، راح تخسر. شلون؟ لأنه الآن القوة الشرائية اللي تمشي الأسواق منين تجي؟ تجي إذا صار مثل ما نعبر باصطلاحنا المعاصر، إذا عند الفرد قدرة على الشراء. الفرد إذا عنده قدرة شرائية يمشي السوق، أنا إذا عندي فلوس أنزل للسوق أشتري السلعة، أشتري الخدمة، نعم أشتريها كلها.
فإذا ما عندي قدرة على الشراء طبعا راح يوقف السوق. القدرة على الشراء منين تجي؟ من عامة الناس. الحق اللي الله فرضه عليه من فرضه؟ فرض على الغني للفقير. الفقير إذا صارت بيده قوة شرائية وين ذبها؟ ذبها بالسوق مرة أخرى، فعادت مرة أخرى في دورتها. نبه لي. إذن أكو جانبين، أكو خسارة من جانب اقتصادي بالفعل إذا امتنع عن أداء الحق، وأكو خسارة بجانب أخلاقي، وكلاهما يحصل منين؟ من البخل. ولذلك كان البخل بابا من أبواب جهنم. النبي صلى الله عليه وآله لما قبل المدينة طلعوا الأنصار يستقبلوه، لما طلعوا يستقبلوه سألهم النبي، قال لهم من زعيمكم؟ رئيسكم منو؟ قالوا له زعيمنا الجد ابن قيس على بخل فيه، هو زعيمنا لكنه بخيل. قال النبي وأي داء أدوى من البخل؟ أي مرض أعظم من البخل؟ هذا مصيبة، هذا البخل. قالوا أي داء أدوى من البخل؟ لا داء أدوى من البخل في الواقع. هذه نقطة. أكو نقطة أخرى شوي التفت لها، أن الإنسان إذا عصى الله من أجل شيء يذهب الله عنه ذلك الشيء. شلون يعني؟ خل أقرب لك الموضوع بحادثة. أكو الفضل ابن مروان. فضل ابن مروان رجل من رجالات الدولة العباسية، بس رجل ضخم كان، رجل يعني معروف بحسن الإدارة وباللياقة وبالقابلية. الفضل ابن مروان كان يعيش مع المأمون. المأمون طلع سنة 218 إلى قتال الروم، جاء إلى طرسوس، عبر إلى قتال الروم هو وجيشه، ووصل إلى المعركة إلى الساحة، ضربوا الخيمة مالته، شاف أكو عين ماء جميلة، عين ماء صافية، قالهم هالعين الماء يعجبني أقعد عليها وأتناول طعامي عليها، سووا لي عريش من الخشب. أجوا فورا المهندسين ويا بالجيش سووا له عريش من الخشب، جلس على العريش فخرجت سمكة كأنها شبيكة فضة. قالوا والله عجبتني هالسمكة هاي، طلعوا لي إياها. نزلوا الفراشين عليها جابوها إلى نضحته بمائها، حطوها قدامه، هاي بأثناء ما هي تضطرب نضحته بمائها، شعر بالبرد، قالوا ما أشعر ببرد، دخلوني إلى الخيمة. دخلوه إلى الخيمة، اشتدت عليه الحالة، ويا أطباء خاصين ويا بالجيش اجوا ليه، واحد أخذ إيده اليمنى واحد أخذ إيده اليسرى، اثنينهم فحصوه، قاموا ساكتين. لحقهم منه المعتصم، المعتصم أخوه، سألهم قالهم ماذا به؟ قالوا له انتهى أمره، هذا بعد لحظات يموت. أحس، يبدو أن المأمون سمع كلمة من كلماتهم أو تنبه إلى إشارة من إشاراتهم، قال للأخو طلعني حتى أشرف على ملكي. طلع نظر إلى الجيش وقد امتد بالفضاء، أطال النظر إلى الأخبية وإلى الجيش وإلى ما عندهم من عدد، ثم رمق السماء بطرفه وغرورقت عيناه بالدمع، قال يا من لا يموت ارحم من يموت، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. مات بمكانه. اللي مو واحد من الشعراء يقول هذا المأمون كان بارع في علم النجوم، النجوم ما علمت أنه راح يموت بهالمكان حتى لا يجي ليه. يقول هل رأيت النجوم أغنت عن المأمون شيئا وملكه المأنوس، خلفوه بعرستي طرسوس مثل ما خلفوا أباه بطوسي. موضع الشاهد شنو؟ موضع الشاهد أن هذا الرجل الفضل ابن مروان كان وين؟ ببغداد. من توفى المأمون الوحيد اللي ضبط له الأمور هو هذا الفضل ابن مروان، بايع علما للمعتصم، أكمل البيعة ووطد للأمور وذلل العقبات، رجع المعتصم احتفظ بالفضل، قال له للفضل انت لك علي جميل لا انساه، لك علي يد عظمى. استوجره، سواه وزير. لما استوجره هذا الفضل استبدت به طبيعة، استبدت به طبيعة الظلم. الواقع
لما اشتدت حالته، هاي حال طبيعته، طبيعة الظلم، يوم من الأيام هو قاعد لقى قدامه قطعة، قال شنو هاي القطعة؟ قال والله ما ندري، لقيناها ويا الأوراق، اجت ويا الأوراق، أخذها وإذا مكتوب بها تفرعنت: يا فضل ابن مروان فاتعظ، فقبلك كان الفاضل والفاضل والفضل، ثلاثة أملاك مضوا لشبيلهم، أطاحت بهم أو أطاح بهم قيد وحبش أو القتل. ومن وراء أبيات الذكرة: وإنك إذ أصبحت بالناس ظالما ستؤذى كما أوذي أولئك من قبل. لما قرأ الأبيات أزته، وفعلا كثرة الشكوى من عنده، المعتصم ودى وراء أطاح به، سجنه وصادر أمواله، أخذ منه بضاعة ونقد، النقد أخذ منه مليون دينار وبضاعة مليون دينار. زين، أخذهن ذني من بيته. اسمع الكلمة، أنا هي تعنيني هاي الكلمة، موضوع شاهدي. المعتصم قاعد ويما جماعته، قل لهم إن الفضل ابن مروان عصى الله من أجلي فسلطني الله عليه. نبه لي، عصى الله من أجلي فسلطني الله عليه. الشيء اللي الإنسان يعصي الله من أجله يسلط عليه، إذا عصاه بالأولاد يسلط على أولاده، وإذا عصاه بالأموال يسلط على أمواله، لأن الله عز وجل لا يرضى الظلم لعباده. إذن الآية الكريمة تقول أن هؤلاء يتصورون أن هاي العملية عملية خير، أن منعوا أيديهم عن المجتمع. لا، هاي ليست بعملية. إذن ليش شر؟ بل هو شر. ليش بل هو شر؟ خلينا نشوف. أولا، إنما صار شر لأن الواقع الإنسان ما عنده ملكية حقيقية بالوجود. الملكية الحقيقية لله، يعني احنا نسميها ملكية، وإلا ما عندنا، عندنا تمكن من الانتفاع. فدي علاقة تقوم بيني وبين الأموال ما تكون عدل شوية. إذا الإنسان احتضر عد لحظات الاحتضار، خلص ملكيته انسلبت، بعد ما يقدر يتصرف بأمواله. إذا الواقع الملكية لا تعود له، إنما هي ملكية لله، هاي واحد. ثانيا، أن هذه الملكية اللي يبخل بها ويعصي من أجلها أمر الله، أي إذا دلت إنما تدل على مرض عند فكري، لأن الواقع ما يعصي الله من أجله هو راح يعيش ويا أيام، بينما هو راح يعيش مع الله، لأن الله خالد وهو ما راح يموت. ما عندنا احنا واحد يموت، عندنا واحد يفارق الدنيا. ترى أكو فرق، شو تنبه لي، بين الموت، خل ألفت نظرك لنقطة. الموت ترى مو كيفية مضادة للحياة، نبه لي شلون، خل أشرح لك. يعني الآن إحنا بناءنا الموت يعدمنا، أن الإنسان إذا مات انعدم، لا مو شيء، مرحلة ينتقل بها الإنسان إلى مرحلة أخرى. ماكو عندنا الآن كيفيات متضادة، عندنا ليل ونهار، الإنسان يمر بالليل ويمر بالنهار. افترض الموت ليل، وافترض الحياة نهار، هكذا، لأنه ما أكو يعني بالإجماع، يعني حتى الماديين الآن، عشان الماديين يقول لك الجسم ما يموت مو الروح، الماديين يقولون حتى هذا الجسم ما يعدم، يتحول من مادة إلى طاقة، وإلا عدم، ما في شيء اسمه عدم أبدا. وأما الروحيون يقول لك الروح خالدة لا يعتريها فناء أبدا. زين، إذن هذا دائم وهذا منقضي. كأن القرآن الكريم يقول أنا أربأ بعقولكم من أن تضحوا بالدائم من أجل المنقضي. نبالي، ولذلك تقول الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر. وفعلا هو شر، لأنه المال الذي لا يصل بصاحبه إلى الخير هو شر، لأن المفروض المال واسطة مو غاية. يعني أنا عندما أطلب الأموال أطلبها واسطة حتى أتريح بها،
أما أن أطلب الأموال لتتحول إلى أداة تحرقني أو تتحول إلى شر علي، لا، هذا هو الغباء بعينه. زين، هسه قد يجي واحد يقول أنه مو من السهل إحنا نطوع الطبيعة الإنسانية، مو من السهل نطوع الطبيعة الإنسانية إلى التضحية بجهودها. لا، هي إذا ضحت بجهودها، إذا آمنت ضحت، بس كون تؤمن. شلون تؤمن؟ يعني خل أكون معك صريح شوية، يعني بعض الناس يقول لك الآن انطيني جوانب مثمرة لصرف الحق، أنا أصرف الحق الشرعي، بس انطيني جوانب مثمرة. الجوانب المثمرة مو بعيدة عليك ولا ضايعة عليك، أنت تقدر تخلق هالجوانب المثمرة. شلون تقدر تخلقها؟ فهاي الإنسانية الآن بحاجة إلى ميتم في كل عصر، كل عصر من العصور الإنسانية بيها أيتام. أنت تقدر تنفق ما افترض الله عليه في ميتم لجمع اليتامى. الإنسانية دائما بحاجة إلى المعارف. بس أنت ليش تروح بعيد؟ الآن عندنا مشكلة، خل أكون لك بها صريح. زين، هذه المشكلة الآن أصبح المنبر دم يجري في عروق الشيعة، ما يمكن يشتغلون عنا أبدا. منبر ما يشتغلون عنا، يجي محرم يتلفتون، كل واحد يريد خطيب. نعم، زين، تجي إلى الساحة تدور، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، صريح العبارة، ما عندنا شيء. الحوزة العلمية ما تبعثرت، ما عندنا شيء. في نفس الوقت إلى جانب هذا ما عندنا النمط اللي يساير العصر. يعني الآن أكو دول ملتزمة المنابر، هو منابر الجمعة عند المذاهب الإسلامية، منابر الجمعة عند المذاهب الإسلامية من ورائها ميزانية كاملة، ميزانية أوقاف في كل دولة. إحنا ما عدنا أوقاف تطينة، زين، ولا عدنا ميزانية تربي عدنا ناشئة بالمستوى المطلوب. إحنا الآن نريد مستوى مطلوب. اليوم أبنائنا يحمل دكتورة ويقعد تحت المنبر ما عاد يقبل حكي خرافات ولا عاد يقبل حكي تافه. زعم يريد معلومات ولا غذيني، انا جاي اجي اقعد اتربع بالتراب، شنو انطيني النتيجه شنو؟ زين، هذا تفضل. الان صرف الحق يتجه الى تاسيس معهد من هالنوع، الى تاسيس مدرسه تعنى، الى تاسيس مستوصف، الى اعطاء مثلا انسان، والانسان اخو الانسان. احنا عندنا حتى الكافر، زين، الكافر ها في رواياتنا وفي عقيدتنا وفي مسارنا الفقهي، حتى الكافر إذا جاي عبائس نعتبره إنسان محترم، الحيوان محترم، زين، فما نبخل لغاية ما في الأمر ما نطي من الحق الشرعي، نطي من الصدقات. فإذا مجالات صرف الحق مو مشدودة، موجودة. القرآن الكريم يحذرنا، يقول هالقناة لا تغلقوها، لا تنقلب عليكم من خير إلى شر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر. زين، انتقلت الآية الكريمة، قالت سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. هذا التطويق شنو، معنوي لو مادي؟ بعض المفسرين يقول لا مادي، لأن الحديث النبوي يقول ما من امرئ يمنع زكاة أمواله إلا وجاءت وطوق بها يوم القيامة، أو وسلط عليه شجاع أسود يطوقه يوم القيامة بعنقه. زين، الرواية موجودة في كتب الصحاح بصورة عامة. فإذا التطويق مادي فهو هذا، وإذا لا والله التطويق معنوي. مثل إيش التطويق المعنوي؟ مثلا تحميل الوزر. يعني إحنا نقول لما واحد يرتكب شيء نقول هذا برقبته، مقصود برقبته يعني مطوق به بعنقه مثل الطوق، نبه لي. ولذلك لما أسلم النبي صلى الله عليه وآله، أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وتبع النبي لما أعلن الإسلام وتبعه أصحابه المسلمون، قريش سوت استولت على منازلهم، اشعدهم بيت خذوه، اشعدهم أثاث أخذوه، أموال أخذوها، جردتهم من ممتلكاتهم. من جملتهم منه ابن عمة النبي، ابن عمة النبي زيد ابن جحش، أخو عبد الله ابن جحش،
أخو زينب اللي زوجها النبي من بعد ذلك، هذا إجا أبو سفيان أخذ داره، أخذ داره استولى عليها وأخذ أثاثه، فكتب له، كتب له بيتين. منين؟ كتب الهيا من المدينة، كتب له دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، امسك بها امسك بها، طوقتها يوم القيامة. فهذا العرب كانت تضرب هذا المثل في أمثالهم، أن واحد إذا سطى وابتز أو أخذ حق غيره يقال يطوق به يوم القيامة. فالآية الكريمة تقول سيطوقون بما بخلوا به، ممكن حملها على الجانب المادي زين، وممكن حملها على الجانب المعنوي، يعني هالمسؤولية اللي طلع مطوق بيها من الحياة، والمفروض هناك ما عنده مجال للخلاص من هذا الطوق، ولو عنده هناك مجال للخلاص تسهل الحكاية، لكن هناك ما عنده مجال للخلاص من هذا الطوق، يبقى هذا الطوق في عنقه. ولهذا نلاحظ أن الصحابة اندفعوا من بعد تعاليم القرآن، الواقع اندثرت عندهم الناحية الفردية، أصبح الواحد من عندهم تفكيره تفكير جماعي. أنت تتصور التجربة اللي بروا بها الأنصار أيام النبي، تجربة ما حصلت حتى في أرقى العصور، وين كان، وين تلقى أنت تجربة غير التجربة الإسلامية اللي مروا بها الصحابة في أيام النبي، بحيث الواحد من عندهم ما يفرض الحق الشرعي بس على الحق الشرعي، لا، يفترض وفي أموالهم حق معلوم، يعني غير الزكاة، غير الحقوق المفروضة، أكو حق تقتضي الأريحية والمروءة، هكذا كانوا ينطلقون. وترى هي هاي سر الأزمة بين أبي ذر رضوان الله عليه، بين أبي ذر وبين الخليفة الثالث، سر الأزمة هو هذا، يعني علي من الأزمة كانت، يعني ما كان أبو ذر عنده رأي خالف رأي الإسلام. مش إحنا نجي للكتاب المتأخرين، مع الأسف يعني ذولا أناس جاملوا السلطة وما عندهم ضمائر الحقيقة، ذولا أقلامهم تمشي عليها أحداق السلطان الحقيقة، وإلا ما كتبوا الكتابة الواقعية الموضوعية. إجوا إلى أبي ذر صوروه متطرف، صوروه عند آراء تخالف آراء الإسلام، نعم غريب يعني غريب، وقد تلقاها بأقلام كتاب مسلمين، يعني يعني يفترضون في أبي ذر أن عند نظرية متطرفة، معاذ الله، الرجل أبو ذر تلميذ القرآن متأدب بآداب القرآن. بالعكس، إحنا إذا شفنا نظرياتنا عوجة لازم نشعر أن الانحراف عندنا ونعرضها على نظرية أبي ذر، باعتبار أبو ذر هو على منبع الإسلام الأساسي، مو إحنا على منبع الإسلام، هو على منبع الإسلام. فإذا صارت نظريتنا تختلف عنه، معنى ذلك أن نظريتنا معوجة مو نظريته، وإلا هو الرجل أخذ المنبع من أساسه. زين، أبو ذر شنو رأيه؟ أبو ذر رأيه أن المجتمع يمر بحالتين، أكو حالة طبيعية، الحالة الطبيعية شنو؟ يعني أن الحقوق الشرعية تكفي الناس، يعني أفرض أكو جياع، إحنا عندنا مدينة بها كذا نسمة، إذا طلعنا الحق الشرعي ما يبقى جائع، يكفي في هالحالة خلص، بعد ما يعني والي المسلمين ما إلى حق يمد يده لأكثر من هذا. أما إذا لا، الحق الشرعي ما وفى، يعني مثلا طلعت الحقوق الشرعية فبلغت 1,000,000 دينار، المليون دينار ما سد حاجة مثلا 500,000 جائع، في مثل هالحالة شو يسوي؟ يقول في مثل هالحالة لا تصبح للمسلم ملكية حتى يشبع هذا الجائع. نبلجن؟ عجبت لمن دخل إلى داره فلم يجد طعاما يأكله، لم لا يخرج شاهرا سيفه. زين، هاي اعتبروها نظرية متطرفة وحكموا عليه بأن شيوعي، وصدروا فتوى بأن شيوعي، نعم، والفتوى من قبل جماعة يعني مونا أزهريين، يعني مالك يعني. نعم، فتوى صدرت سنة 53 وموجود نص الفتوى موجود. زين، إذن هذا الواقع عدم فهم لروح الإسلام، وإلا ما كان أبو ذر رضوان الله عليه يحمل نظرية تخالف نظرية الإسلام أبدا، إنما كان يرى
أن الحالة الثانوية اللي يمر بها المجتمع تخول حاكم المسلمين العام أن يمد يده إلى رؤوس الأموال فيأخذ منها ما يشد حاجة الضعفاء. أعود للآية. الآية تقول سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. بعد ولله ميراث السماوات والأرض. نبه أكو عندنا قسم من أقسام التفسير يسموه المفسرين المحدثين يعبرون عن التفسير النفسي، كأن القرآن الكريم أحيانا يجيب على لمحة نفسية تخطر في ذهن الإنسان أثناء قراءته للقرآن. شلون؟ يعني إحنا نتصور أن واحد إنما يبخل بأمواله ليش؟ يقول لك أنا أبخل بأموالي، عندي أطفال، أنا عندي عائلة، عندي أطفال، ذولا منو إلهم؟ ذولا المفروض أدخر لهم، أضمهم، لأنه أنا أحاول الآن أخلي مستقبل هؤلاء على أرض صلبة، يعني ما أريد أضحي بوجود هؤلاء لأن أنا من أجلهم راح أكتند وأضم، باعتبار أن هؤلاء من بعدي يحتاجون إلى من يعولهم. مو الشكل يعني غالبا هاي النظرة عند الناس. القرآن الكريم يجاوب على هاللمحة هالخاطرة اللي تمر في ذهن الإنسان، يقول له أنت أولا عندما طلعت من بطن أمك ما طلعت مزود بالذهب، زين، طلعت عاري، واللي قدر يعني كان ممكن أن يكون أبوك اللي خلف لك كان ممكن ما يخلف لك إلا العري والفقر، لكن شلون خلف لك أموال منين؟ يعني ما نولدت وياك ذاتيا، هاي اجتك من الخارج، وإلا أنت تولد عاري وتخرج عاري، هاي واحدة. ثانيا أن ذولا اللي أنت تفكر بيهم هالتفكير يقضوا لك شوية أبسط واجباتك، يعني بتعبير أبسط ذولا الجماعة اللي قبل ما يموت يوصي، يسوي له وصية منا لهناك، ابنوا الشيء الفلاني، سووا الشيء الفلاني، اعملوا الشيء الفلاني. أكو شيء من هذا مثلا؟ إش كم واحد نفذت وصيته كما ينبغي؟ إذا ترجع تسوي إحصائية إش كم واحد نفذت وصيته كما ينبغي؟ يعني يمكن أفراد يعدون بالأنامل، وإلا الأعم الأغلب يقول لك أنا ما أدري، أنا هذا مال إجاني حلال، شنو علاقتي أنا به؟ هو كان يعرف تكليفه، كان ممكن هو بحياته ينظم أموره، هو ما نظم أموره أنا ما عندي شيء. هذا يعني هذا المعتدل، وإلا غير المعتدل يقول لك أنا مؤمن بهذا أبدا، شنو علاقتي بهالموضوع؟ فالقرآن الكريم يقول له أنت ذولا اللي هالقد مشغول بيهم تتصور أنهم من بعدك راح يعيشون يوم ما يعيشون، هذولا ما فكروا فيك كما فكرت فيهم، ويمكن أكثر حدود تفكيرهم إلى يا مكان أن يوصلوك، يهيلون عليك التراب 5 دقائق ويكرون عنك راجعين، هذا مو أكثر، يعني جل تفكيرهم أن يوصلوك إلى التراب ثم يكروا عنك راجعين، وهذا هو الواقع. كأني بأحبابي على حافتي قبري يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري، أيا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري، عفى الله عني يوم أترك ثاويا أجار فلا أدري وأجفى فلا أدري. زين، هاي 2 3 يقول أن لله ميراث السماوات والأرض، هذا اللي تبخل به أنت مو إلك، هو بالواقع ما يعود إلك وإنما هو لله، أنت عندك تتمكن من مجرد الانتفاع به، تمكنك من مجرد الانتفاع به. زين، مع العلم أن الميراث قد يكون ميتم أحيانا. شلون ميتم؟ يعني قد يكون أكو حائل بينك وبينه، وأكو تحدث طوارئ، مثلا مسلم يلد ولد، الولد ينحرف يعتنق عقيدة منافية للإسلام، هذا ما يرث، ما إلا حق يرث أبدا، هو ما يرث إلا إذا كان مسلم، نبه لجين توارث بين مسلمين، أما إذا اختلف الدين لا، ما أكو توارث بين هذا وذاك. القرآن الكريم يقول لله ميراث السماوات والأرض،
أنت تروح وتترك تركتك، وهذا يروح وذاك يروح وإلى آخره، وتبقى التركة، يبقى الوارث الوحيد هو الله، هو الوارث الوحيد في واقع الآن. ولهذا ترى العرب ما كانت تورث مبدئيا، نبه لي، يتحصرون التركة بالابن الأكبر، الولد الصغير ما يطو تركة والمرأة ما يطوها تركة. أتخطر أول واحد ورث على النصاب القرآني، ينصون عليه المؤرخين، يعني أول عملية ميراث، عملية طريفة سأذكرها لك. هذا أكو واحد اسمه عدي بن نضلة، عدي بن نضلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. عدي بن نضلة من الرواد الأوائل في تاريخ الإسلام، يعني من الطبقة الأولى اللي أسلمت أيام الشدة، اللي كان إذا واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله يلحقوه، يلزموه بالصخرة، يربطون إيديه بأوتاد ويجيبوا له صخرة حارة خلوها على صدره ويوقدون النار تحت ظهره إلى أن يموت، يموتوه. زين، هذا من هالنوع من الرواد، أسلم وانتقل، هاجر للحبشة من ويا زوجته وابنه، ابنه من النعمان ابن عدي ابن نضلة. نزلت هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لما نزلت الآية النبي بيّن، صاح لهم قال لهم تعالوا ترى طريقتكم اللي كنتوا عليها خطأ، سواء الولد سواء كان أنثى أو ذكر يرث، غير ما في الأمر الأنثى تأخذ حصة والذكر يأخذ حصتين، باعتبار إحنا عندنا ما نكلف الأنثى بشيء من التكاليف الاجتماعية، الأنثى تأخذ حقها الضمة والذكر يأخذ صرف عليها. بيّن لهم النبي حكمة توزيع الميراث، وأشعرهم بأن الإنسان إذا مات ميراث للصغار والكبار يستوون به، حتى الحمل في بطن الأم، حتى الحمل تترك إلى حصة. إيش المذاهب الإسلامية؟ واحد يقول تترك إلى حصة اثنين، يعني طفلين ذكرين، وهو هاي عندنا، هذا رأينا أن تترك حصة طفلين ذكرين، ورأي بعض المذاهب لا، حصة سبع ذكور، أكو بعضها يقول سبعة، محتمل أن المرأة، وفعلا هذا احتمال وارد، لكن هذا شاذ والشاذ لا يقاس عليه، ولا الاحتمال وارد. المهم النبي أشعرهم قلهم الميراث يتوزع للصغار والكبار، مو طريقتكم الغلط، أنتم ما مفترضين أن الطفل ما يرث. ليش؟ جن أول واحد توفى من بعد نزول الآية منه؟ توفى عدي بن نضلة، وين؟ بالحبشة، ورثه ولده النعمان بن عدي، هذا باعتباره من الرواد المسلمين، ورجع للمدينة كأنه راد يكافي الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أراد أن يكافي، جعل شنو من قبله والي، عليه من ولا؟ ولاه على ميشان، قال له أنت والي بالعراق، على ميشان أنت والي على هالمنطقة، منطقة ميشان. جه هذا حضر نفسه، هيئ نفسه أن يروح إلى ميشان، أراد أن يقنع زوجته بأن تنتقل وياه، قالت له لا، أنا لا أفارق المدينة، أنا هنا يمي قبر النبي وأزور، ويمي هنا دار عبادة، ما أروح وياك. كلما ألح عليها أبد، صار بناء يغيرها يغيرها. لما وصل إلى ميشان كتب لها أبيات، كتب لها فمن مبلغ الحسناء أن خليلها بميشان يسقى من شراب وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقين قرية وصناجة تشدو على كل من سمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوشق المتهدم. وصلت الأبيات، انتشرت بالمدينة، وصل الخبر إلى عمر، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإذا جاءك كتابي فاعتزل عملنا وتوجه. وصل إلى الكتاب، إجي، لما إجي قال له ما هذا الذي بدر منك؟ قال له أصلح الله الخليفة، والله أنا ما شربتها ولن أشربها
أنا مسلم أؤمن بالله وبرسوله، ما يمكن يصدر من عندي هذا. لكن أنا أردت أن أغيظ زوجتي أحركها حتى تلتحق بي، ترى مو أكثر. أطرق عمر قال له والله أحسبك صادق، أنا أصور أنت صادق، لكن خلص بعد ما أقول عزلتك لا سبيل إلى عودتك. زين، فعلا عزله. موضع الشاهد أن أول واحد ورث من بعد نزول الآية هو النعمان ابن عدي ابن نضلة، لأن العرب ما كانوا يورثون، جاءت الآية فدحضت قولهم وروضتهم على أن يورثوا المرأة ويورثوا الطفل الصغير. بس هذا ترى مع الأسف صار لإنعكاس، يعني عدم ميراث المرأة صار لإنعكاس في كثير من الموارد، ولعله يجي اليوم أو فرصة إن شاء الله لبحث الموضوع بصورة مفصلة. أعود للآية، الآية تقول ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كل شيء راجع إلى الله تبارك وتعالى. يقولون المفسرين إذا أراد الله عز وجل إفناء الخلائق، زين، تنفخ النفخة الأولى بالصور، إذا نفخت النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا يبقى أحد، فينادي منادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه لنفسه، الملك لله الواحد القهار. إذن الآية جاي تحاول تقرع أسماعنا بها الحقيقة المرة، تقول ولله ميراث السماوات والأرض، الواحد من عندكم يطلع من هنا عاري ويترك ما خلفه وراء ظهره. نعم، الشيء الوحيد اللي ما يطلع منه عاري شنو هو؟ ما يقدر يطلع من عنده عاري، ياهو الأثر الحسن، المزايا، الأخلاق الكريمة، السجايا، الكمالات النفسية. مثلا عالم يموت هذا ما يطلع عاري، يطلع يحمل علمه، لأن النفس مجردة، والمجرد ما يموت تحمل وياها معارفها العقلية. بعد أخلاق بالوجود، إحسان إلى الناس، إنسانيته، هذا هو الذكر اللي يعبر عنه الشاعر، يقول والذكر للإنسان عمر ثاني. هل لبعض الناس عندما يطلع من الحياة، يطلع من الحياة وقد ترك فيها دوية، ولا تعتقد أكو دوي يمكن أن يخلد الإنسان في الحياة كدوي الشهادة؟ ها، الواقع، ما من بر يمكن أن يصدر من الإنسان أعظم من أن يستشهد في سبيل الله فيترك هذا الدوي تنعم به الحياة على امتدادها. وهذا هو الطريق الذي اختاره الحسين. تصور الآن من يوم رحت إلى الآن ما انقطع الدوي عنه أبدا، إذا مر ذكره مر الدوي بذكره، لأنه هو الواقع، هذا الطريق اللي انتهى، اللي خطط له. وهذا مو يقول له واحد أرجف أنك القتيل المدمع، أو من ينشئ الحياة قتيل كذب، ليس يقتل المبدأ الحر ولا يخدع النهى التضليل كذب، كل مارد من سيوف الحق في فاحم الدجى قنديل، كل عرق فروه لهو بوجه الظلم والبغي صارم مشلول، ويموت الرسول جسما ولكن بالرسالات لن يموت الرسول. ويقول آخر، يقول له مولاي يومك ما يزال كأمسه، بالدهر ريان الندى يتأشب، تزهو بغرته الأصيل ويزدهي بجلال ما وهب الشروق المغرب، فدم أرقت كأنه من جدة الآن يعبق بالثرى ويطيب، وتركت للأحرار حين يلزهم عنة السرى ويضيق عنها المهرب، جثث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. نعم، وقف يقدم الضحية تلو الضحية، وأول ضحية بدأ بتقديمها
بدأ بتقديم أعز أفلاذ كبده، المن قدم؟ قدم ولده علي الأكبر. أول واحد ها أنزله إلى المعركة ورمق السماء بطرفه، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنع عن هؤلاء قطر السماء وبركات الأرض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، إلى آخر دعاء. ونزل علي الأكبر وعين الحسين تلاحقه وعواطف الحسين تحوقه إلى أن سقط إلى الأرض، ما كاد يسقط حتى سقط قلب الحسين، امتطى ظهر فرسه وأقبل إليه ملء العنان إلى أن صار قريبا منه، ألقى بنفسه على جسد ولده واحتضنه. ما الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا هب قلبي لم يخمدي يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارين العلا والسؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما با يومك من زمان أرغدي قعد عندي وشاف مغمض العين بدم سابح متراب الخدين متواصل طبر والراس نصين حين ظهر لوليدي وتحسر يا بويا من سماع يمك وينينك من شبحات لعند الموت عينك للعشرين ما وصل الوحيد اللي ما حمل الحسين وحمله الهاشميون علي الأكبر بالذات، لأن حاول الحسين أن يحمله خانته قواه ما تمكن، التفت إلى باقي الهاشميين أقال احملوا احملوا أخاكم إلى المخيم، حملوه إلى الخيمة، أدخله الحسين، دارت حوله النساء الهاشميات. لما رأى الحسين حزن أمه كأنه أراد أن يمكنها من الجلوس عنده، قام الحسين خرج من الخباء وتركها في وسط الخيمة، ما كاد الحسين يخرج حتى انحنت على ولدها تأخذ من دماء نحره فتصبغ به شعرها. يا ابني علي يا فتشة العين يا ابني صواب الوادك وين أنا منين جتني قرب الأمنين يا كوكبان ما كان أقصر عمره وكذا تكون
الكواكب الأزهار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم، اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.